أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا مع القادة. إن شاء الله النهاردة نتحدث تحت عنوان مصر ما بين الرياضة والسياسة. شفنا ماتش الأهلي والزمالك، حاجة مشرفة، بس أنا مش عارف جمهور الزمالك ليه قفشة. الماتش انتهى، بنقول للأهلي مبروك وبنقول للزمالك هارد لك. طبعا كل الأهلوية عندنا في القناة عايزيني أتكلم على الماتش، بس احتراما لحبيبي الأستاذ ناصر الشاهد هكتفي ان انا اقول فقط مبروك للاهلي واقول للزمالك هارد لك. ادى اداء مشرف الزمالك، الاهلي كسب بروح الفانيلا مثل ما يقال. افشى اللاعب الخلوق اللي فعلا تعرض للاذى اثناء المباراه، والاجمل مش الهدف اللي جوز، جاب هدف جميل جدا جدا، وشيكابالا جاب هدف عالمي. الاجمل من وجهه نظري حديث هذا الشاب قفشة بعد المباراة، لما طلع وقال أنا راجل فلاح ما تبرش من أهله. ياما ناس كتيرة جدا أول ما بيوصل ينسى أهله ويرتدي ثوب غير ثوبه، مهما الإنسان كان في منصب أو وصل إلى ما كان، ابن الأصول لا ينسى أهله. كلمة أنا راجل فلاح وقال بنفس اللفظ، الميدالية بهديها لأبويا بنفس البساطة بنفس الأسلوب. ويمكن الإعداد كان فيه صورة لقفشة، لو الإعداد متابع معايا الصورة على الهوا حاليا بالجلباب الجلبية بالبساطة، هو ده قفشة. هي جماهير الزمالك اللي قفشة كده، فك شوية بقى، الماتش خلص خلاص بقى. هارد لك زمالك، أديت مباراة جميلة جدا. مبروك الأهلي، ماتش جميل. مش لازم يا جماعة المبالغة في الاحتفال، الإنسان بيكون عنده نقص في حاجة معينة. أدي صورة قفشة بالجلابية، هذا الخلوق إن شاء الله الأيام القادمة. في مقولة يا جماعة، من تواضع لله رفعه الله، فأكيد قفشة هيوصل يوم من الأيام وتذكره. بسبب إيه بقى؟ تعرض للأذى أثناء الماتش، ما تطولش على حد، ما تكلمش. بعد المباراة شكر الزمالك، اتكلم ونسب لوالده ووالدته وإخواته وأهله الفضل ومساعدتهم ليه. بقول الماتش انتهى، انا رغم ان انا اهلاوي بس في احتفال مبالغ فيه يا جماعه. اذا زاد الشيء عن الحد انقلب الى الضد. اللي بيشوف جمهور الاهلي بالاحتفال افرح، بس معقول يعني؟ الانسان لما بيكون فاقد شيء وياخده يفترض ان هو بياخد الشيء وسط، العدل امه وسط، يعني امه لا تبالغ في شيء وفي نفس الوقت افرح. ما قلناش ما تفرحش، لكن بالحدود. جمهور الزمالك ما تحزنش، عندك فريق قوي، عندك الايام هتثبت ان فريق الزمالك كنادي، الزمالك نادي عريق، ما فيش حد ينكر هذا الامر. اهم من الاهلي يكسب واهم من الزمالك يخسر، احنا كلنا شعب واحد، اخوه، فلا للخلاف لا للتعصب. مبروك اهلي، هارد لك زمالك. ده الشيء الاول. الشيء الثاني، برنامج مع القاده تناول قضايا، منها على سبيل المثال المسابقات. خلال الأسبوع الماضي تواصل معي مجموعة من الشباب المسابقات تقريبا من كل المحافظات، قالوا إن هم راحوا للنائب المحترم محمد أبو العينين، النائب البرلماني، وراحوا له مكتبه وقالوا لمدير مكتبه والمسؤولين معنا على الهواء صورة النائب المحترم محمد أبو العينين، وشرحوا له القصة وطلب مني إن أنا أختصر الموضوع كده في رسالة فكتبتها وتوصل إن شاء الله لمكتب النائب محمد أبو العينين. وهو يتبنى مشكلة الشباب في كل المسابقات. للأمانة لما كتبت ما كتبتش مسابقة واحدة، تعمدت إن أنا أكتب لي مذكرة بكل المسابقات اللي هي متأخرة 2014-2016. برنامج مع القادة هيتابع مع النائب المحترم ومدير مكتبه ومسؤولين مكتب النائب محمد أبو العينين، وثم نعلن إذا كان هناك جديد، رغم إن شاء الله سوف يتبنى هذا الأمر يقينا وسوف نتابع هذا الأمر.
الأمر الثالث عندنا في التربية والتعليم، جت شكوى البرنامج مع القادة لما يكون طالب ثانوية عامة ويتظلم من الدرجات تبعه، والنتيجة باينة بقى قد إيه يا جماعة؟ ده الترم الأول قرب يخلص، وحتى هذه اللحظة لم يبت في التظلم وتصحيح الدرجات، لا وبنسمع كلام جديد تاني خالص، إيه اللي هيتم فيه؟ يعني معقولة ما كان حد بيرفع قضية وتروح المحكمة، المحكمة تحكم فيها إذا كان ليه درجات تضاف ليه ويبدأ السنة الجديدة في ويوصل إلى الكلية اللي هو مجموع يتناسب معها؟ لا، حتى هذه اللحظة ما تمش هذا الأمر، أكيد لازم نناقش هذا الأمر. فخير من نتحاور معه دكتورة مجدة نصر، نائب رئيس جامعة المنصورة سابقا وعضو لجنة التعليم في البرلمان المصري. بعد الفاصل هنخرج فاصل، هكون معنا الدكتورة مجدة نصر ونتناقش في هذا الأمر. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود مرة ثانية. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا بنتكلم وبنقول إن الثانوية العامة نتيجة ظهرت منذ شهور، والترم الأولاني في الجامعة قرب يخلص، وما زال حتى هذه اللحظة بعض الطلبة اللي هم قدموا تظلمات على الدرجات لم يبت في أمرهم. زي ما قلت قبل الفاصل، أفضل من يتحدث عن هذا الملف دكتورة مجدة نصر، نائب رئيس جامعة المنصورة سابقا وعضو لجنة التعليم بالبرلمان المصري. السلام عليكم دكتورة. أهلا وسهلا يا فندم، زي حضرتك؟ أخبار حضرتك؟ تمام الحمد لله. معالي الدكتورة، وصل لبرنامج مع القادة شكوى من بعض الطلبة كانوا تقدموا تظلمات ورفعوا قضية في المحكمة على نتيجة أو درجات الثانوية العامة، وحتى هذه اللحظة لم يبت فيها. الأمر من هذا أن يقال أن المحكمة ترفع يدها عن هذا الأمر، والأمر يرجع يبت فيه من قبل التربية والتعليم. هل هذا الكلام صحيح؟ الحقيقة يعني أنا عرفت هذه المعلومة وتواصلت مع الوزارة علشان يدرسوا هذا، لأن غير منطقي تماما أن المحكمة تشيل إيدها طالما حاجة مقدمة إليها وفيها مقومات التظلم. أي واحد يعني ما فيش الإجراء سليم شكلا، لازم تبت فيه وتشوف إذا كان له درجات أو لا يوجد درجات وتظهر نتيجة محددة. ما ينفعش تقول لا أنا مش ماليش دعوة وأرجع تاني نرجعها لوزارة التربية والتعليم. وعشان كده يعني أنا تواصلت مع الوزارة وهي بتدرس الموضوع، ولازم يبقى في حل، لأن دول معروف أن أي واحد له تظلم وفي إثبات معين بدرجات معينة لابد أن يبت فيها ويبقى في إجابة محددة صريحة بدرجات معينة، أو لو كان ملوش حق يقولوا إيه أسباب عدم إضافة الدرجات اللي الطالب متصور أنه هو له الحق فيها. فالحقيقة حقيقة يعني حتى الآن أنا بس متواصلة مع الوزارة وإن شاء الله يردوا عليها في أقرب وقت، لكن ما فيش حاجة اسمها إن المحكمة ترفع يدها، ما دي ما سمعناهاش ولا يجوز يعني. طب معالي الدكتورة، حضرتك أستاذة جامعية، الطالب مثلا لو حصل درجات وهينتقل من كلية لكلية أعلى حسب المجموع، هيلحق يحصل الناحية العلمية؟ هل يتأثر بهذا التأخير؟ هو طبعا بتحدث ساعات، بيوصل في نص العام الدراسي، ولكن هو ده حقه فبيحتفظ بحقه. لو كان ما حضرش في الكلية الأخرى بيبقى الغياب ده يعتبر بعذر وبتساوى الأمور. المهم إن هو ياخد حقه، و يعني بعد كده الأمور اللي هي انتقاله للكلية الأخرى اللي بتتناسب مع مجموعه دي يعني يمكن أمرها بيكون أكثر سهولة شوية من أخذ إن هو ياخد حقه بس الأول ونثبته. يعني دكتورة مجدع يعني بتطمن الطلبة في حالة حصول الطالب على درجته هينتقل إلى الكلية ولن يتأثر بالغياب الماضي الترم الأول مثلا؟ أيوة، يعني الغياب ده هو مش محسوب له خالص، لأن هو ده ما كانش مقيد أصلا في الكلية، وبيتم تسوية بقى المواد نفسها. معظم الكليات دلوقتي بالساعات المعتمدة، فممكن الحاجات اللي فاتته بياخدها في فصل صيفي وبيؤديها، يعني بتساوى بطريقة برضو في صالح الطالب يعني. تمام. دكتورة مجدة نصر، نائب رئيس جامعة المنصورة سابقا وعضو لجنة التعليم بالبرلمان المصري، شكرا لحضرتك.
برنامج مع القادة كان في نهاية اللقاء الماضي جات لنا استغاثة من الرائدات الريفيات في مجالس المدن أو في المجلس المدينة بكل المحافظات تقريبا، ويمكن عشان ضيق الوقت ما قدرتش أن أنا أوجه مناشدة لوزيرة التضامن ولا للمسؤولين، فالبعض طلب مني أن أنا في هذا اللقاء أتقدم بمناشدة بخصوص الرائدات الريفيات. أي رائدة ريفية في أي وحدة محلية في مجلس مدينة أكيد بتأدي دور، ودور مهم جدا، ومنهم اللي شغال بقاله سنوات لماذا لا يبت في أمرهم ويتم التثبيت وعدم تأخير الرواتب في ظل الظروف المعيشية؟ الأسر البسيطة محتاجة أي مبلغ. فبقى بوجه مناشدة لرئاسة الجمهورية، لمجلس الوزراء، للدكتورة نيفين الوزيرة المحترمة أن يبت في هذا الأمر. الوحدات المحلية، السيد رئيس التنمية المحلية، السادة المحافظين في كل في موقعه لابد أن يبت في هذا الأمر تثبيت من يستحق، خاصة أنهم يعملون منذ سنوات. برنامج مع القادة يعني تجربتنا بدأت اللي كنا نبدأ بها العام أن كلنا مراسلين في كل المحافظات، يعني بدأ التواصل بالفعل مع بعض المراسلين وجاري استكمال باقي المراسلين في كل المحافظات، وفي لجنة بيتم تشكيلها وهيظهر على الشاشة دلوقتي حاليا الأرقام اللي عايز يتواصل معنا، وصفحة برنامج مع القادة على الفيسبوك، اكتب بس كده مع القادة وابعت السي في، احنا عايزين صورة المؤهل، صورة البطاقة، العنوان، المؤهل. هيتم التواصل من قبل المسؤولين عن برنامج مع القادة، سواء طبعا قيادة الأستاذ ضياء المصحح اللغوي، الأستاذ أحمد بيبو، الأستاذ محمود الشريف، ومجموعة برنامج مع القادة هي اللي تتولى متابعة هذا الملف. بدأنا الفكرة وفعلا معنا مراسلين منذ أكثر من لقاء، واليوم معنا الأستاذة أسماء محمود من محافظة الفيوم. أستاذة أسماء السلام عليكم. وعليكم السلام، أخبار حضرتك؟ الحمد لله تمام يا دكتور رمضان. أستاذة أسماء، ما هو الجديد لديك اليوم في محافظة الفيوم؟ شنت الرقابة التجارية بمديرية التموين بمحافظة الفيوم حملات مكثفة أسفرت خلال 48 ساعة الماضية عن عدة ضربات لأصحاب المصانع المخالفة والصيدليات ومخازن الأدوية التي تروج للأدوية والمنشطات المحظور تداولها من قبل وزارة الصحة لخطورتها على صحة المواطنين، وتم إغلاق هذه المنشآت وتحرير المحاضر اللازمة وأقترت النيابات المختصة التي تولت التحقيق. تمام. حيث كانت توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المصانع غير المرخصة، وبتعليمات وإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة تموين الفيوم والحملات برئاسة المهندس وليد حسان مدير عام التجارة الداخلية والدكتور وائل جلال رئيس جهاز حماية المستهلك. قامت حملة مكبرة وتم ضبط صاحب مصنع مراتب بدون ترخيص يقوم باستخدام علامات تجارية مملوكة لشركات أخرى بناحية إبشواي. تمام. وتم تحرير محاضر ضد صاحب المصنع، كما تم ضبط مصنع منظفات صناعية بدون ترخيص يقلد علامات تجارية مملوكة لشركات أخرى بمركز الفيوم، وتحرر محضر ضد صاحب المصنع وأخترت النيابة التي تولت التحقيق. تمام. وأيضا أصيب 4 مواطنين واشتعلت النيران في سيارة إثر حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي وتروسيكل بطريق ديمو أمام محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخترت النيابة التي تولت التحقيق. تمام. كما قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ بتسليم عدد 25 منزلا بعد تطويرها بقرية السبح التابعة للوحدة المحلية لقرية الحجز الحجرة بإطسة، كما سلم 23 عقدا لمشروعات صغيرة للأسر الأولى بالرعاية بتكلفة 3 ملايين جنيه. يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بحضور خالد عبد الفتاح مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي وإيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم.
وأعرب محافظ الفيوم خلال حفل تسليم المنازل عن بالغ سعادته لمشاركة أهالي القرية فرحتهم بتطوير منازلهم، مشيراً إلى أن إعادة إعمار المنازل بعزبة السدح جاء بالتنسيق مع مؤسسات العمل المدني في إطار المشروع القومي حياة كريمة، بما يجعل القرية من القرى الأكثر تطوراً من خلال التعاون المثمر والبناء بين قطاعات ومؤسسات الدولة الحكومية من جانب، والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر، بما يعود بالنفع على المواطن. شكرا أستاذ أسماء محمود من محافظة الفيوم. طبعا السيد وكيل وزارة التموين أنا أعرفه معرفة شخصية من الناس فعلا شغالة بجد. أستاذة إيمان وكيل وزارة التضامن أداء مشرف، مجهود على أرض الواقع تؤدي ما شاء الله أفضل ما يكون. دي كانت جولتنا داخل محافظة الفيوم. معنا الآن يفترض أن الإنسان مننا يا جماعة يكون إيجابياً. لقائنا اللي عدى أن أي حد في أي محافظة لديه أخبار عايز تنشر في برنامج مع القادة يتم متابعتها ملفات معينة، مثل ما بقول دايماً برنامج مع القادة ما بياخدش أي مبالغ مالية على أي استضافة ولا على أي موضوع نتناوله، وزي ما قلت كلمتنا اللي بنقولها في كل برنامجنا أو في كل حلقاتنا، اللي بيطلع معانا لا بياخد ولا بيدفع، احنا بنجيب قادة وبنناقش موضوعات للصالح العام. يهمنا مصر وصورة مصر ومصر قادمة. لما عنواننا النهاردة يقول مصر ما بين الرياضة والسياسة، قلنا الرياضة عشان ماتش الأهلي والزمالك وخد شكل ما كانش يجب أن يكون، سواء من جمهور الأهلي تحديدا أو بعض جمهور الأهلي المبالغة في الاحتفال. وسياسيا لما يكون عندنا في أرض السودان قمة ثنائية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يدل على الأمر المصري السياسي اللي هو متمكن. مصر ما بين السياسة والرياضة. وإحنا بنكمل جولتنا مع مراسلين برنامج مع القادة. معنا الأستاذة حنان عماد الدين من محافظة كفر الشيخ. السلام عليكم أستاذ حنان. وعليكم السلام، زي حضرتك دكتور رمضان؟ الحمد لله بخير. ما هو لديك أستاذة حنان داخل محافظة كفر الشيخ اليوم؟ محافظة كفر الشيخ الأيام دي بتعلو أصوات هتافها بين هتاف المشجعين والناخبين. تمام. لتكن البداية كده ان احنا نقول صيحات الشباب في الشوارع رغم اغلاق المقاهي وقت الماتش، لانهم اتجمعوا فعلا واحتفلوا بلذة النصر بعد حصولهم على الكاس التاسع لافريقيا، فكان ليهم نصيب من التجمع والاحتفال. تمام. وبرضو نقول هارد لك للزمالك، هم الماتش كان ماتش حلو جدا. وأداء كان أداء مشرف من قبل الزمالك، أداء مشرف جدا جدا جدا، وكانت النتيجة مرضية للطرفين. تمام. أما عن الناخبين فصورة الانتخابات الوقت ده يعني بتتضح بأزهى معاني الحقيقة والأمانة، بيظهر ذلك في رضا الشارع في كفر الشيخ هنا عن نتائج الجولة الأولى، مؤيدين للأربع مرشحين اللي تخطوا المرحلة الأولى، حتى عندنا هنا في دائرة بيلا والحمول والبرولس. تمام. عندنا هنا في تعبيرات انتشرت الفترة الأخيرة، وهي تعبير ناخب الغلابة أو مرشح الغلابة. يعني إيه ناخب؟ يعني إيه نائب الغلابة؟ نائب الغلابة هم أطلقوا الاسم عشان المرشح بتاعهم، يعني قالوا ان هو ما استخدمش السلطه بتاعته ولا نفوذ ولا اي حاجه غير في ان هو يخدم المواطن البسيط، وان هم كانوا يعني ادوا له الاسم لان المواطن البسيط الغلبان هو اللي واقف في ظهره، هو اللي مسانده. معانا على الهواء مباشره صوره النائب اللي هو فعلا يقال عنه أهل القرية تقريبا أو البلد بدأوا إن هم يعملوا الدعاية لحسابهم؟ حصل يا فندم، حصل فعلا. طب دي صورة مشرفة مش لانتخابات كفر الشيخ بس، لمصر كلها لما يكون هذا الشخص بمجهود والشباب معاه يكون متفوق على المال السياسي اللي هو طاغي في هذه الفترة، فده شيء يحسب لمحافظة كفر الشيخ لهذه الدائرة. أستاذة حنان تقريبا في ده كان في كفر الشيخ صح؟ الناخب اللي حضرتك منزل صورته ده الاستاذ احمد الشيشيني عن دايره البحيره يا فندم. ده محافظه البحيره.
ده محافظة البحيرة ونفس الشيء برضو ملقب بنفس اللقب فعلا يا فندم، ان هو ناخب الغلابة ومرشح الغلابة. يا استاذ حنان احنا عندنا نائبين تم تجاوز الانتخابات وهم فعلا لم يستخدموا المال السياسي، لم يستخدموا المال السياسي وما كان لهمش محاولات قبل كده في ان هم يدخلوا مجلس النواب، او ما كانش لهم اصلا يعني محاولات سياسيه في اي شيء قبل كده. اسمائهم استاذه حنان لو سمحتي. الاستاذ احمد الشيشيني عن محافظه البحيره، والاستاذ او المستشار عزت عبد الرحمن في كفر الشيخ هنا يا فندم. المستشار عزت عبد الرحمن. عزت عبد الرحمن معانا على الهواء مباشره، صوره معالي المستشار عزت عبد الرحمن والاستاذ احمد الشيشيني محافظتي كفر الشيخ والبحيره، قدر فعلا يثبتوا ان المال السياسي ليس هو الوحيد كطريق حتى تصل للبرلمان. استاذه حنان عماد الدين من محافظه كفر الشيخ، شكرا لحضرتك. جولتنا مستمرة، برنامج مع القادة، ومحطتنا الآن محطة الرمل الأسكندرية، الأستاذة نادية نصر الدين. السلام عليكم أستاذة نادية. عليكم السلام، أخبار حضرتك؟ دكتور رمضان. أستاذة نادية، ما هو لديك من جديد اليوم في محافظة الأسكندرية؟ في الحقيقة دكتور رمضان، في محافظة الأسكندرية العديد من الأحداث، من أهمها أن السيد اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية التقى بأهالي العقار المائل المتضررين بحي غرب كوم الشقافة، وعددهم 12 أسرة متضررة. تمام. حيث يحمل لهم رسالة موجهة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أعطى تعليماته فورا بالدعم الكامل المادي والعيني للأهالي وتعويض الأسر المتضررة بوحدات سكنية بمدينة بشاير الخير 3. تم الاستلام بالفعل أستاذة نادية؟ نعم، تم استلام الوحدات السكنية بالفعل؟ بالضبط، السيد المحافظ عقد لقاء مع كل المتضررين وبدأ عملية النقل من العقار إلى الأماكن المحددة لهم في بشاير الخير 3. تمام. وذلك بعد فحص الحالة الاجتماعية لهم بالكامل، وقدم المحافظ نيابة عن الشعب الأسكندرية الشكر إلى فخامة الرئيس على الاستجابة السريعة لدعم الأهالي المتضررة بالعقار. وطبعا على الصعيد ذاته، وجه المحافظ رئيس حي غرب الأسكندرية بتشكيل لجنة هندسية مكبرة من كلية الهندسة جامعة الأسكندرية لفحص العقارات المجاورة والمحيطة، لأن زي ما احنا عارفين إن المنطقة في هذه المنطقة بكم الشقافة وغرب الأسكندرية منطقة ذات طابع أثري. تمام. ولها سنين طويلة جدا ما تمش تغيير البنية التحتية في هذه المنطقة. تمام. وأكد الشريف يعني إن بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات اللي بتواجهها الدولة في كافة القطاعات، إلا أنها لا تبخل أبداً بأي جهد للوقوف بجانب أبنائها لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياة كريمة لهم. أستاذة نادية، أنا عايز أنتهز فرصة وجود حضرتك معايا وأقول لماذا الأسكندرية في موسم الشتاء يحصل ضرر كبير؟ هل من معالجة لهذا الأمر؟ طبعاً يا فندم دكتور رمضان، الموضوع ده محط اهتمام كافة القيادات التنفيذية في محافظة الأسكندرية والدولة بالكامل والحكومة، بدليل أن السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خصص مبلغ 300 مليون جنيه كحل عاجل لأزمة تراكم مياه الأمطار التي تتعرض لها محافظة الأسكندرية في النوات. وعقد اللواء محمد الشريف على إثر ذلك اجتماعا عاجلا بحضور ممثلي شركات المياه والصرف الصحي ورؤساء الاحياء والقوات البحريه والمنطقه الشماليه العسكريه والجهات الامنيه، وذلك لاستعراض خريطه العمل الجديده للتعامل مع بؤر تراكمات مياه الامطار المعروفه بالمناطق الساخنه عندنا هنا في محافظه الاسكندريه. استاذه ناديه نصر الدين من محافظه الاسكندريه، شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، احنا قلنا لقائنا النهارده تحت عنوان مصر ما بين الرياضه والسياسه، عشان كده هيكون معي بعد الفاصل مباشره الاستاذ الدكتور حسين الشريف، ونتحدث عن العلاقات الجميله، العلاقات المصريه الليبيه. انتظرونا بعد الفاصل
ولقاء خاص وحصر البرنامج مع القادة للدكتور حسين الشريف المحلل السياسي الليبي. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود مرة ثانية.